لما كلفنا في 2014 برئاسة الجامعة كان في نشاط مكثف للجانب الصيني داخل الجامعة بيعتمد على الثقافة واللغات فقط. وإحنا كنا شايفين إن المرحلة اللي إحنا هنمر بيها هي مرحلة تكنولوجيات وتعليم فني عالي، وبناءً عليه أخذنا القرار وأخذنا الرحال على الصين وقعدنا نتفاوض مين يقدر يساعدنا في نقل التكنولوجيا والتعليم الفني والتجربة الصينية إلى جمهورية مصر العربية. وأعتقد نجحنا تماماً بأن ربنا سخر لنا كل المتاح والغير متاح. أنا حنان الرحالي رئيس قطاع التعليم، يشرفني أن أنا أكون موجودة هنا النهاردة. الحقيقة هو النهاردة نتاج كفاح 4 سنين. إحنا بدينا في 2014، كانت فكرة، كان حلم. حلمنا إن إحنا نعمل بعثات تعليم فني خارج حدود مصر، نسفر شبابنا ياخدوا العلم والمعرفة في التعليم الفني ويجوا ينقلوه لمصر بشكل في حرفية وفي منهج علمي. أنا ما أعرفش دكتور محمد جابر أبو علي معنا النهاردة ولا مشي، بس الحقيقة لازم نذكر الجهد اللي هو عمله. أستاذ محمد جابر أبو علي كان المستشار الثقافي بتاعنا بدولة الصين في 2014، له كل الشكر والتقدير. أنا منساش إن هو كان مجرد إيميل بعتهوله وقلت له نرغب التعاون في إبعاث طلاب مصريين، وكانت الانطلاقة. اشتغل معانا بشكل محترم جدا ووصلنا لشريك قوي جدا في الصين، كلية بكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسافرنا ورحنا شفنا الحاجة على أرض الواقع واتفقنا، وكانت أول بعثة مصرية فعلا للطلاب بعدد 22 طالب في 2014. واتفقنا مع شركائنا الأكاديميين إن ما يكونش الحلم عند البعثات، إحنا محتاجين حاجة طويلة الأمد long term، فيها استدامة، فيها استمرارية لإفادة البلد. فكان الهدف إن إحنا نعمل كلية مماثلة لبكين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أرض مصر. وكان الحلم مجرد حلم. طيب التمويل، المعدات، الموافقات، لأن هو النموذج الأول لكليات التكنولوجية بخبرات دولية. والحمد لله اشتغلنا، وكان ربنا وفقنا في شريك الأكاديمي جامعة قناة السويس. بدون قيادة واعية، قيادة عندها قدرة اتخاذ القرار، الحلم ده عمره ما كان هيبقى حقيقي. بشكر دكتور ممدوح، بشكر دكتور طارق، بشكر جامعة قناة السويس، لأن هي كانت عامل رئيسي إنها تحول الحلم الحقيقة زي ما احنا واقفين عليه النهاردة على أرض الواقع. طيب جيب معنا الشركاء الأكاديميين المصريين والصينيين، التمويل بقى هنعمل ايه؟ المبلغ ضخم، مشروع كبير، عملنا بيزنس موديل محترم، عملنا نموذج كويس، عملنا زي برودكت او حاجة نقدر نعمل لها ماركتينج، ونبتدي نشوف مين شركائنا في الخير اللي يقدروا يدعمونا عشان نلاقي الحلم ده فعلا حقيقي. وربنا كرمنا بجمعية الشيخ عبدالله النوري الكويتي، وكانوا هم شركائنا الرئيسيين بإنجاح المرحلة الأولى إن شاء الله، ونتمنى أنها تكون المرحلة الثانية إن شاء الله بدعمهم بإذن الله. اجتمعت جميع الأركان، دعم الحكومة كان مهم جدا، وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، والحقيقة ده ما حدش خذلنا، بالعكس كانت الموافقات والإجراءات وكل حاجة متسهلة جدا، لأن النموذج ده فعلا النموذج إحنا في مصر محتاجين. أنا عايزة أقول إن الكلية دي مش هتبقى الأولى في الخطوة الأخيرة، بس هي الأولى، وإن شاء الله هيجي وراها سلسلة كبيرة من الكليات التكنولوجية، لأن ده توجه دولة الحقيقة، توجه الدولة فتح المسار التعليمي للتعليم الفني للشباب. عايزين يكون في مسار آخر مماثل للتعليم العادي وما يقلش جودة، بالعكس يزيد جودة. وإن إحنا نذهب للخبرات الدولية الناجحة هو ده النجاح، إن إحنا بنروح لدولة زي دولة الصين ليها باعة كبيرة جدا في التعليم الفني، فهو ده النجاح بتاعنا. الكلية الحقيقة اللي إحنا بنعلن النهاردة عن الانتهاء البنية التحتية للمرحلة الأولى، الافتتاح النهائي إن شاء الله هيكون بعد وصول المعدات من دولة الصين إن شاء الله في شهر 8 بالكتير، هيكون المعدات وكل حاجة جاهزة قبل بداية العام الدراسي شهر سبتمبر هذا العام. وهنستقبل أول دفعة إن شاء الله هتكون 100 طالب فقط، علشان إحنا عندنا الكلية مقسومة على مرحلتين بالنسبة للإنشاءات، المرحلة الأولى تستوعب 100 طالب فقط، والمرحلة الثانية هتكون لما تكتمل في شهر 6/2019 هنقدر نستوعب 300 طالب في الدفعة، وبهذا الاتجاه هنقدر نستوعب 1200 طالب على مدة 4 سنين. احنا بنعلن البدء
بنعلن نهاية البنية التحتية، والنهاردة بنشكر فعلاً الشركاء الحقيقيين على أرض الواقع، وبنقول إن إحنا مع بعض نقدر نعمل حاجات كتيرة. مش عايزة أتكلم عن أهمية التعليم الفني وإحنا محتاجينه قد إيه، لأن متهيأ ما فيش حد مختلف على أهميته، وإن إحنا فعلاً محتاجين التعليم الفني وفعلاً محتاجين ندعم شبابنا إن هم يتوجهوا للاتجاه ده. محمد أنا عندي مشكلة خلاص فاكر ايه عن الوضع اللي قام بيها المؤسسه الثالثه طبعا جمعيه شيخ عبد الله نور الخيريه كجمعيه كويتيه ساهمنا مع مصر الخير حقيقه في عمل مشترك لدعم الكليه الصينيه. احنا كجمعيه حقيقه نهتم بالعمل الخيري، عندنا ايضا تركيز بشكل خاص على التعليم وذات التعليم المهني، لان هذا التعليم له ثمار ولا اثر في الواقع، خصوصا في يعني جمهوريه مصر العربيه وبالذات في محافظه مثل الاسماعيليه كونها قريبه من خلاص. طبعا ايضا وجود الجانب الصيني كمناهج وتعليم هذا يدعم هذه الكليه. احنا حقيقه يمكن ننطلق كجمعيه كويتيه بدعم اشقائنا في جمهوريه مصر العربيه، كون يعني ما ننسى الفضل لاهل مصر في ثلاثينيات القرن الماضي لما وقفوا مع الشعب الكويتي وساعدونا في جانب المعلمين والمناهج، وكان لهم دور ايجابي في النهضه في دوله الكويت. احنا نامل ان نكون لدينا بعض الجميل، وراح نستمر ايضا في دعم اخواننا الاشقاء في مصر. بالعكس سموه الامير دولة الكويت رحمه الله دائما يعني يحث المؤسسات الخيريه على دعم الاشقاء في اعمالهم الخيريه وبالذات الجوانب التعليميه. دخلت انا حضرتك تذكرت احد المدرسين اللي كانوا يدرسوا لك هنا في مصر، يعني احكي لنا كده حضرتك اتعلمت ازاي في مصر؟ طبعا انا خريج كليه الاداب قسم الجغرافيا، ما اذكر طبعا كان درسنا في قسم الجغرافيا في جامعه الكويت كلهم علماء الجغرافيا في الوطن العربي وكان اغلبهم من جمهوريه مصر العربيه. نذكر رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور صفي الدين ابو العز، نذكر محمود طه ابو العلا، الاستاذ الدكتور محمود طه ابو العلا، الدكتور الشرنوبي والدكتور البحيري والدكتور حسن ابو العينين، هذول لهم افضال علينا واحنا ما ننساهم حقيقه، وساهموا في نهضه الكويت العلميه في السبعينات والثمانينات. اطيل على الحضور الكريم رفيع المستوى واسع الابتسامه، بس عايز اقول انه رغبه التعاون المشترك الواضحه جدا ما بين الطرف المصري والطرف الصيني بادية من اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة، والدليل أنه لما المصريين جم قدموا الأسماء الصينية قالوها كلها غلط، ولما جم الصينيين يقدموا الأسماء المصرية قالوها كلها غلط، بس مفيش أي غضاضة في المسألة وكله تقبل التحوير اللي حصل في الأسماء، وده تأكيد على حسن النوايا اللي موجودة. كنت شاهداً على حسن النوايا وحسن التطبيق. في نوفمبر 2016 كنت بصحبة المؤسسة العظيمة مؤسسة مصر الخير في بكين. كان الجو في بكين في ذلك الوقت هو عكس الجو الآن، كان قمة البرد وكانت الأمطار موجودة، وده ما منعش أبداً ذلك الدفء لما تم توقيع الاتفاقية الفعلية لتأسيس هذه الكلية. كنت هناك عندما كان عميد المعهد أو الكلية الصينية للتكنولوجيا يوقع، والحكومة الصينية متواجدة، الطرف المصري موجود، والسفير المصري السفير أسامة المكدوب سفيرنا في بكين موجود. كان الجميع في حالة حرص ورغبة شديدة جدا في أن ما يتم التوقيع عليه يتم تنفيذه. النهاردة وفي هذا العام وبعد مرور سنة ونص تقريبا، سعيدة أننا موجودة على أرض الواقع لما شاهدته وشاهدته وكنت شاهدا عليه. النهارده لما يكون في كلية مصرية صينية للتكنولوجيا شيء يجعل الأسارير تنفرد ويخلينا نتأكد إنه في ناس أكتر مما نتخيل مهتمة بالتعليم بكل أنواعه، مهتمة ببنى الإنسان وهو شعار مؤسسة مصر الخير. أشكر الشريك مؤسسة مصر الخير مؤسسة الشيخ عبد الله النوري لتحملهم تكاليف المرحلة الأولى، وبالتأكيد جامعة قناة السويس. وإذا كنا نحفظ منذ الصغر كلمات
موجودة ومحفورة في ذاكرتنا، اطلبوا العلم ولو في الصين. فاحنا النهاردة بنؤسس لطلب العلم الصيني ولكن في الإسماعيلية.